بسم الله الرحمن الرحيم. بنرحب بإخواننا وأخواتنا في تكملة لهذا الكورس الرائع قدرات الجامعيين. اليوم معدنا مع قسم مهم هو قسم الأشكال والمنطق. أسئلة المنطق. السؤال الأول: هناك علاقة منطقية بين الأعداد في كل شكل من الأشكال التالية، فما العدد الذي يجب وضعه مكان علامة الاستفهام؟ معطين هنا مجموعة من الأعداد على رؤوس المثلث وفي عدد في وسط المثلث. طالب مني العدد الموجود في هذا المكان في داخل المثلث، هنا 12 وهنا 2 وهنا 3 وهنا 1. ايه رأيكم لو قلنا 2 و3 5 5 و1 6؟ جمعنا الاعداد الموجودة على رؤوس المثلث الاول 2 زائد 3 زائد 1، دول مجموعهم 6. طب كيف اصل بهم الى 12؟ فعلا 6 ضرب 2 هيعطينا الجواب 12. يبقى القاعدة المنطقية الآن إن أنا بجمع الأعداد اللي هي على الرؤوس، زي ما أقول 4 زائد 8 زائد 16. 4 زائد 8 12، 12 و16 يدينا 28، يبقى المجموع هنا 28. أضرب في 2 زي ما مشينا في نفس القاعدة، 28 ضرب 2 يدينا 56، إذن العلاقة صحيحة. أروح على الشكل الأخير، أجمع 6 مع 5 11، 11 و11 22، 22 أضربها في 2 22 ضرب 2 يساوي 44 وأختار د. ننتقل لهذا السؤال الهام. طالب مني قيمة س في الشكل المقابل، معطينا هنا جدول والجدول فيه مجموعة من الأرقام وطالب مني قيمة س. هو في ملاحظة هنا مهمة إن قد يكون العمود الأخير هو ناتج لمجموعة من العلاقات في الأعمدة الأولى. تعال كده نشوف الصف الأول. الصف الأول هنا 2 3 3 5 10. خلي العشرة ديت، قد تكون العشرة ديت ناتج شيء معين هنا. كيف أصل من هذه الأعداد الاثنين والتلاتة والتلاتة والخمسة العشرة؟ إيه رأيكم لو قلنا 2 زائد 3 هيعطينا 5، الخمسة دي لو ضربتها في 3 هيعطينا 15، كده 15. طب ودي 10، طب ما ممكن هنا أقول إيه؟ ناقص 5 هيعطينا 10، كده صحيحة العلاقة. تعال نتأكد في الصف الثاني. لو أخذنا الآن 4 زائد 3 يعطينا 7، 7 ضربناها في 2 14، ناقص 4 يعطينا 10، كده النمط متحقق والعلاقة صحيحة. نروح إلى الصف الثالث اللي مطلوب مني فيه قيمة س، هناخد نفس الشيء الأولى مع الثانية، 5 زائد 4 9، 9 ضرب 2 18، 18 ناقص 8 هيعطينا كام؟ هيعطينا 10، فعلا قيمة س هتساوي 10 وأختار ب. ننتقل للسؤال التالي. هناك علاقة منطقية بين الأعداد في كل شكل من الأشكال التالية، فما العدد الذي يجب وضعه مكان س؟ سؤال مهم وبتكرر في الاختبارات. تعال نشوف برضو هنا العلاقة. معطينا هنا مجموعة من الأرقام على الزوايا، ومعطينا في الوسط فيه هنا إيه؟ عدد في الوسط زي ما انتم شايفين، وقيمة س هي اللي تكون العدد اللي في الوسط. 6 و2 و9 كيف أصل بيهم إلى 27؟ لأن 27 عدد في جدول إيه؟ في جدول التسعة، ممكن يبقى لها علاقة ب 9، 9 في 3. طب كيف أجيب 3؟ لو قلنا 6 تقسيم 2 هيعطينا 3، وضربناها في 9 هيعطينا 27. طب تعالى نتأكد من نفس النمط هنا في الشكل الثاني. العدد اللي فوق 7 تقسيم 3 ضرب 9. أفضل حاجة هنا إن أنا أعمل عملية تبسيط، أقول هنا 9 على 3 في 1، 9 على 3 في 3، 3 في 7 يعطينا كام؟ يعطينا 21، العلاقة صحيحة. نفس الشيء أروح للمثلث الأخير، أقسم 8 تقسيم 4، والناتج اللي يطلع أضربه في كام؟ أضربه في 7، أعمل عملية تبسيط، على 4 فقال 1، 8 على 4 فقال 2، ال 2 في 7 يعطينا كام؟ يعطينا 14، يبقى قيمة س اللي في الوسط هنا هتكون ب 14 وأختار ألف. ننتقل لهذا السؤال. ما الرقم الذي يجب أن يحل محل علامة الاستفهام في المستطيل؟ معطينا مستطيل وفي مجموعة من الأرقام وطالب مني العدد أو الرقم اللي يحل محل علامة الاستفهام هنا. تعالى نشوف كده إيه العلاقة اللي أقدر أستنتجها. لو قلت الآن 2 زائد 7 هيعطينا 9، و2 زائد 6 يعطينا 8، واضح إن حاصل جمع العددين الثالث والرابع بيزيد واحد عن حاصل جمع العدد الأول والعدد الثاني. طب تعالى نتأكد كده من نفس هذا النمط صحيح ولا لا. لو قلت 3 و3 هنا، 3 زائد 3 6، 1 زائد 4 يعطينا 5. طب تعالى نتأكد في الصف الثالث، 5 زائد 4 5 زائد 4 يعطينا 9،
و7 زائد 1 يعطينا 8. خلاص كده أنا قدرت أوصل إلى العلاقة المنطقية. نروح الآن إلى الصف الأخير، 2 زائد 7، 2 زائد 7 يعطينا 9، لازم يكون هنا زيادة 1، 5 زائد 5، لأن 5 زائد 5 هيعطينا 10، وتكون العلاقة علاقة صحيحة، هيكون 5، وأختار ده. بيدينا سؤال في المنطق، سؤال مهم جدا. اشترك 5 شباب في سباق للعدو، وجاء خالد وجاء سعد وسالم ومعلومات كثير، طالب مني وفقا للمعطيات السابقة من حصل على المركز الثاني. خلي بالنا من المطلوب هنا، في استراتيجية مهمة، استراتيجية عمل جدول. استخدم عمل جدول في حالة اذا كان عندي بيانات كثير. هنا خالد وسعد وسالم وعبد الله وركان، الترتيب من 1 الى كام؟ الى 5. تعال نشوف كده المعطى الاول، جاء خالد في المركز الثاني او الثالث او الرابع، يعني خالد ما جاش في المركز الاول، ممكن يكون في الثاني او الثالث او الرابع، وما جاش في المركز الخامس. لم يكن سعد هو الفائز، يبقى اذا سعد مش هو الفائز، يعني ما جاش في المركز الاول، يعني ممكن يكون الثاني او الثالث او الرابع او الخامس. ان سالم في المركز الذي يلي سعد مباشره، يعني سالم بعد سعد، ونخلي بالنا سعد ما كانش الايه، ما كانش الفائز، يعني برضو سالم مش هيكون في الاول ولا هيكون في الثاني. ليه؟ لان لو كان سعد في المركز الثاني يبقى سالم بعده مباشرة، يبقى ممكن سالم يكون في الثالث او الرابع او الخامس. بعد كده بيقول لم ينهي عبد الله السباق بالمركز الثاني، يبقى عبد الله بره الموضوع، يبقى مش هو الفاز بالمركز الايه، المركز الثاني، ممكن يكون فاز بالمركز الاول او المركز الثالث او الرابع او الخامس. وجاء ركان بعد عبد الله بمركزين، هنا ركان مش ممكن هيكون الاول ولا هيكون الثاني. ليه؟ لان لو حتى عبد الله جه في الاول يبقى ركان بعده بايه، بمركزين. كده من خلال الترتيب في المركز الاول كده او العمود الاول، ان ولا واحد فاز المركز الاول الا مين؟ الا عبد الله، يبقى عبد الله هو في جاء في المركز الاول، عشان كده يستثنى من الموضوع، لان احنا طالبين اللي حصل على المركز الثاني. طب وين ركان؟ ركان بعد عبد الله بمركزين، يبقى عبد الله الفائز بالمركز الاول وركان بالمركز الايه، بالمركز الثالث، يبقى ركان بالمركز الثالث. هكذا نرجع مره تانية، بيقول جاء سالم في المركز الذي يلي سعد مباشره، سعد ممكن يكون في المركز الايه، الثاني ممكن، لكن اذا كان سعد في المركز الثاني فإن سالم في المركز الثالث، والمركز الثالث لركان، يبقى إذن ما يصلح أبدا إلا أن يكون سالم ويكون سعد في المركز الرابع والإيه والخامس. جاء سالم في المركز الذي يلي سعد مباشرة، يبقى إذن سعد هو المركز الرابع وسالم في المركز الخامس. كل واحد الآن احتل مركز، ما عدا مين؟ ما عدا خالد، وتركوله هو المركز الإيه، المركز الثاني. إذن الذي فاز بالمركز الثاني هيكون مين؟ هيكون خالد، وأختار ألف. ننتقل لهذا السؤال، نوقف الفيديو ثواني وبعد كده نأخذ الإجابات. في المربع المقابل كل شكل يمثل عدد صحيح موجب، فإن قيمة المثلث تساوي، نأكد أن كل شكل هنا يمثل عدد صحيح موجب. نبدأ منين؟ إيه رأيكم نبدأ من الصف الثاني؟ بيقول نجمتين وكرتين يساوي 18، يعني نجمة واحدة، لو قلت كده نون يعني نجمة، دائرة دال هيساوي كام؟ هيساوي 9. ليه 9؟ لأن النجمتين والدائرتين بيعطينا 18. نشوف علاقة أخرى يكون فيها علاقة بين النجوم وبين الدوائر، فعلا في الصف الأخير. في الصف الأخير الثلاث نجوم والدائرة بيساوي 21. طب ما انا عندي ان النجمه والدائره بتسعة، يبقى اذا 9 زائد النجمتين اللي هما دول 2 نون هيساوي 21. اودي 9 في الطرف الثاني، يبقى 2 نون هيساوي 21 ناقص 9 يعني 12، اقسم على الاثنين يعني النجمه هتكون بكام؟ النجمه هتكون ب6. طبعا ده استنتاج مهم جدا عندنا، لان هرجع تاني مرة تانية فوق وعوض، اذا كانت النجمة زائد الدائرة بتساوي 9 وانا جبت الان النجمة ب6، اعوض هنا عن النجمة ب6، يبقى 6 زائد دال بتساوي 9، يبقى الدال بتساوي كام؟ الدال بتساوي 3.
أنا عندي الآن استنتاجين مهمين، إن النجمة بتساوي 6 والدائرة بتساوي 3، كل ده عشان أصل إلى المثلث بيساوي. تعال ننتقل إلى العمود الأول. في العمود الأول معطيني خماسي وخماسي ونجمة ونجمة، دول بكام؟ ب22. يعني أقدر أقول الخماسي الواحد والنجمة الواحدة هيساوي نصف ال22 اللي هي كام؟ 11. طب ما أنا عندي النجمة ب6، يبقى الخماسي زائد الستة بيساوي 11، إذن الخماسي هيساوي 5. كده ممتاز، أنا جبت 3 أشكال مهمة. الآن عايز أصل إلى المثلث. تعال نطلع مرة ثانية إلى الصف الأول. في الصف الأول معطينا الخماسي والمثلثين، خماسي وخماسي يعني 2 خماسي و2 مثلث بيساوي 18. أستنتج منها إن الخماسي الواحد والمثلث الواحد تمام هيساوي 9، والخماسي عندي 5. أعوض الآن عن الخماسي ب5، يبقى 5 زائد المثلث هيساوي 9، 5 زائد ميم يساوي 9، يبقى لابد تكون الميم بكام؟ ب4، وأختار ب. ننتقل لهذا السؤال الهام، بيقول لهذا القفل رقم سري مكون من 3 أرقام. القفل ده ليه رقم سري مكون من 3 أرقام، المطلوب هو معرفة هذه الأرقام ومعطينا بعض المعطيات. المعطى الأول إن 8 والأربعة والخمسة، بيقول هنا أحد الأرقام صحيح وفي مكانه المناسب، يعني واحد فقط من دول هو صحيح وفي مكانه الصحيح. المعطى الثاني إن 530 اللي هو الصفر والتلاتة والخمسة لا يوجد أي رقم صحيح هنا، يعني الرقم السري مش هيكون فيه صفر ولا فيه تلاتة ولا فيه كام؟ 5، يعني دول مش هيكونوا موجودين في الرقم السري. المعطى الثالث إن 7 والخمسة والواحد يوجد رقمان صحيحان هنا لكن في المكان الخطأ. المعطى الأخير إن 6 والصفر والثمانية يوجد رقم صحيح لكنه في المكان الخطأ. أفضل استراتيجية لحل هذا السؤال هو عمل جدول سريع وأضع فيه البيانات الموجودة عندي. أضع الأرقام في الجدول، 8 تكون معايا في الرقم السري والأربعة والخمسة لا، لأن هو قال إن الصفر والتلاتة والخمسة مش موجودة في الرقم السري. أرجع هنا هتلاقي عندي 7 والخمسة مش موجودة والواحد هيكون موجود والستة موجودة والتمانية خلاص كتبتها فوق. المعطى الأول بيقول التمانية والأربعة والخمسة أحد الأرقام صحيح وفي مكانه المناسب، يعني التمانية الآن هتكون في المنزل الأول ومش ممكن هتكون في التاني ولا في الإيه ولا في التالت. يبقى إذن الرقم السري هيبدأ بمين؟ هيبدأ بثمانية، يعني جيم لا ودال لا. نروح نشوف التاني، الأربعة إذا كانت صحيحة فهتكون فين؟ فهتكون في احتمال إن هي تكون في المركز التاني، يبقى الأربعة هتكون هنا. الأربعة مش ممكن تكون في الأول ولا ممكن تكون في التالت في السر، دول خلاص. المعطى الثالث إن السبعة والخمسة والواحد يوجد رقمان صحيحان هنا ولكن في المكان الخطأ، يعني السبعة لو هي في الرقم السري يبقى مش هتكون في الإيه؟ مش هتكون في الأول، لأن التمانية خلاص في الإيه؟ في الأول. ممكن تكون في التاني أو في التالت. الواحد طبعا مش هيكون في الإيه؟ في التالت. الواحد هيكون يا إما في الأول أو التاني، واحنا قلنا خلاص ان الاول هو المين للتمانية، خلاص يبقى واضح الان ان الواحد هيكون هو فين؟ في المركز التاني. المعطى الاخير الستة والصفر والتمانية يوجد رقم صحيح لكنه في المكان الخطأ، يعني الستة لو هي صحيحة مش هتكون في المركز الايه؟ الاول، المركز الاول للتمانية، واحتمال ان هي تكون في المركز التاني. نرجع كده البيانات اللي احنا فرغناها في الجدول، التمانية بتحتل المركز الأول خلاص، يبقى المنزل الأول هيكون ليه؟ لتمانية. وهنا في المعطى الثالث إن بيقول هنا يوجد رقمان صحيحان، يبقى الواحد هيكون إيه صحيح والسبعة رقم إيه صحيح، يعني الستة كمان مستثناة والأربعة مستثناة، يبقى الرقم السري هيكون عبارة عن التمانية والواحد والسبعة. التمانية في المركز الأول خلاص، والواحد هنا في المركز الإيه؟ زي ما انتم شايفين في المركز الثاني، والسبعة هتكون في المركز الثالث، يبقى الرقم السري هيكون هنا 8 وهيكون هنا 1 وهيكون 7، 718 أختار ألف. نيجي لسؤال مهم كان موجود في اختبارات هذا العام، زينة وحلوة وفلة ثلاث أحصنة، عندي ثلاث أحصنة وهذه أسمائهم، إذا كان وزن زينة أكبر من وزن حلوة، ممكن أمثلها كده إزاي؟ وزن زينة أكبر من وزن حلوة وأدي إيه؟ حق حلوة. نكمل، ووزن فلة أقل من وزن حلوة، يعني فلة أقل من مين؟ من حلوة، يبقى هنا الفاء
فأي العبارات التالية صحيح؟ تعال نشوف مع بعض مثال التمثيل. وزن زينة أكبر من وزن فلة، صحيحة هذه. وزن زينة أصغر من وزن فلة، لا كما هو موضح في الرسم. وزن فلة أكبر من وزن حلوة، لا. وزن حلوة أكبر من وزن زينة، لا طبعا، إيه خاطئة. مفيش غير عندي غير مين، غير ألف هي الإجابة الصحيحة. ننتقل لهذا السؤال الهام. هناك علاقة منطقية بين الأعداد في كل شكل من الأشكال التالية، فما العدد الذي يجب وضعه مكان سي؟ اتدربنا خلاص، ممكن نوقف الفيديو ثواني وبعد كده ننتقل إلى الإجابات. هبدأ منين؟ هبدأ من الآخر كده، هنا 10 10 وهنا 4 وفي الوسط في كام؟ في 5. إيه العلاقة المنطقية اللي أقدر نستنتجها؟ إن لو قلت الآن 10 زائد 10 هيعطينا كام؟ هيعطينا 20. 20 هذه لو قسمناها على 4، 20 قسمة 4 يعطينا 5، اللي هو الرقم الموجود في الإيه؟ في الوسط. طب تعالى نتأكد، لو خدنا الآن 6 زائد 6 هيساوي 12 وقسمناها على الواحد اللي فوق هيعطينا 12، تمام كده العلاقة صحيحة. أطبق هنا القاعدة، يبقى أنا آخد 7 زائد 7 14، 14 تقسيم 7 هيساوي كام؟ 2، يبقى قيمة س هنا هتساوي 2 وأختار ب. ننتقل لهذا السؤال الهام من اختبارات هذا العام، وضع لي هنا 3 دوائر وفيها مجموعة من الأرقام. طالب مني قيمة س في هذا الإيه؟ في هذا الشكل. تعال نشوف كده العلاقة المنطقية الموجودة، هنا 4 وهنا 1 وهنا 2. طبعا في أكتر من طريقة للحل. لو أخدنا الآن 1 وضربناه في 4، 1 ضرب 4 4 وقسمناها على 2 من عندي، 4 تقسيم 2 يعطينا 2 اللي هو العدد اللي فين؟ اللي فوق. تعال نطبق نفس القاعدة هنا، لو قلنا 4 ضرب 8 هيعطينا 32، أقسمها من 2 من عندي، 32 تقسيم 2 يعطينا 16، فعلا العلاقة صحيحة. نطبق كده، س أضربها في 8 وأقسمها على 2 يعطينا 36. طبعا ممكن اعمل هنا طريقة المقص او اعمل عملية تعويض. ايه اللي انضرب في 8 وتقسمه على 2 يعطينا 36؟ طبعا قبل ما اقسمه على 2 كان المفروض يبقى هو 72، ال 72 تقسيم 2 يدينا 36، يبقى لازم تكون قيمة س بكام؟ قيمة س ب 9، لان 9 ضرب 8 يدينا 72، 72 تقسيم 2 يعطينا 36، اذا ألف هتكون هي الإجابة الصحيحة. نلتقي ان شاء الله قريبا مع المحاضرة العاشرة، الجزء الخاص بالأشكال والرسومات البيانية، جزء الإحصاء. شكرا والسلام عليكم.